يعني سلمى قديه حلو انه نحس ببعض، انه نشعر بألم بعض وايضا بفرح بعض، يعني الاحساس بالاخر قديش هو صفه ممكن ياخذها الانسان حتى من اهله ومن مجتمعه ويتمتع فيها. اكيد سالي، دائما الشعور بالاخر هو اهم شيء، يمكن بيميز كمان الاعياد، بيميز المناسبات، بيميز كل الاشهر، ما يكون فقط نحن بقلب مناسبات معينه بننشط، لازم نكون هيك دائما، ايدنا بايد بعض وقلوبنا على قلوب بعض. مثل ما ذكرتي سلمى 100% اكيد دائما لازم دائما مو بس بالاعياد تكون احساسنا واحساس الشعور بالاخر هو حاضر، يعني للدعم للمسانده، مثل ما بنعرف انه هذا الشعور هو بده ايضا دعم وبده مسانده، هو جوهر الاديان، التسامح والمحبه هي قيم تجسدت على ارض الواقع عبر انشطه تعالت بمعانيها الانسانيه وايضا الخيريه، واليوم رح نحكي عن الجانب الانساني والاجتماعي الذي بقي فاعلا في اخويه سيدات كنيسه الصليب المقدس. لنتعرف عن أبرز هالأمور وأيضا عن هالعطاء اللامتناهي. بصرنا نرحب اليوم من كنيسة الصليب بمنى العشري أمينة سر أخوية سيدات الصليب المقدس. فصح مجيد، المسيح قام. حقا قام، ينعاد عليكم بالخير والبركة للجميع. نعاد عليك وعلى كل طبعا السيدات الموجودين بأخوية كنيسة الصليب المقدس. خلينا نبدأ ونحكي أكثر عن الأخوية من بدايتها حتى الآن. الحقيقة أخوية سيدات الصليب هي مجموعة من السيدات أحببن العمل مع الرب، وهن بيعطوا جزء من وقتهم لممارسة العمل الخيري والصلاة تحت شعار العائلة الواحدة. وأهم ما ميزت به أخوي سيدات الصليب المقدس العمل الاجتماعي، حيث تقوم بزيارة ومساعدة العائلات المحتاجة. نعم، يعني سلمى ذكرنا العطاء، قيمة العطاء وقديش حلو انه نعطي مو بس كمان بالعيد. خلينا نحكي مدام معك ايضا عن هلا الجمعية، كيف هيك الاجتماعات تبعكم، كيف بتحطوا اجندة تعمل هي ودراسة اوضاع العوائل او العائلات لتقدروا تقدموا لهم ولو شيء بسيط ضمن الامكانيات المتاحة للجمعية. تماما. هلا دائما الاخويه هي عندها برنامج تقوم باعداده والعمل على تنفيذه. طبعا هناك زيارات للعائلات المحتاجه، حيث تقوم مجموعه من السيدات بزياره هذه العائله والتعرف على اوضاعها الاجتماعيه والانسانيه، وعلى ضوء ذلك يتم ادراج اسمها تحت بند المساعده، وتقوم الاخويه بتقديم الدعم المادي وال والعيني والعيني. نعم. المادي والعيني قبل مواسم الأعياد، وهكذا إضافة إلى ذلك تقوم الأخوية بدعم للطلاب المدارس. نعم. تقوم أيضا بمساعدة المرضى، حيث هناك صيدلية ترعى بهذا الجانب، إضافة إلى زيارة المياتم، زيارة كبار السن، وهكذا. يعني هناك أنشطة متعددة. نعم. إضافة إلى الأنشطة أيضا الإنسانية والثقافية، فدائما في عنا برامج متنوعة. أكيد، يعني في دائما لكم مثل ما حضرتك حكيتي أنشطة مستمرة على طول العام، ولكن يمكن هي السنة والسنة الماضية كانت الظروف شوي مختلفة على بلدنا وعلى العالم، بيأثروا جائحة كورونا اللي أثرت على الاقتصاد العالمي، وكل دولة تأثرت بجانب كبير، كان لنا حصة من هذا التأثر سواء على الجانب الصحي أو حتى على الجانب الاقتصادي. هذا الشيء يمكن زاد من عملكم، من العمل الاجتماعي والإنساني اللي بتعملوا فيه، توجهتوا لعائلات أكثر لتدعموهم، عملتوا حتى نشاطات ضمن ظروف الجائحة، خلينا نحكي عن هذا الشيء. تماما، مثل ما تفضلتي حضرتك وذكرتي، هو كانت في ظروف صعبة مرت على العالم أجمع وعلى بلدنا سوريا كمان أيضا بشكل خاص. لم يتوقف
العمل في الأخوية، بالعكس زادت وتيرته وزادت كمان مساهماته، حيث زاد عدد يعني الأسر اللي تم مساعدتها وتقديم العون إلى. فبرجع وبقول لك إنه نحن أبداً ما توقفنا بهذه الفترة، بالعكس نحن زدنا عطاءً والرب هو الذي يعطي أيضاً. أكيد. نعم، يعني يمكن دائما بالأزمات خلينا نقول بتبين المعادن والقدرة على العطاء، وقد ما عطينا نحن دائما هو عطاء الرب هو الأكبر لإلنا بنعمه بالصحة بالعافية وإن شاء الله بزوال الأزمات اللي نحن عم نعيشها. مدام أيضا في شروط معينة لدخول هيدي الجمعية يلي دائما هدفها نبيل، هدفها العطاء، ولا دائما الأعضاء هن نفسهم، ولا في تجدد بالأعضاء يلي بيكونوا بالجمعية، وهل بتاخذوا بآراء بعض من خلال برنامج عملكم يلي أنتم دائما بتتحضروا له؟ الأخوية هي متجددة دائما بأنشطة متجددة، ببرامجها متجددة، بأشخاص أيضا متجددة. حلو. فهلأ انبثقت عن الأخوية الأم، أخوية سيدات الصليب المقدس، أخوية الفتية، وهي ايضا كمان للسيدات اللي اعمارهم اصغر شوي، وهن بيمشوا على خطط. يعني خطط اللي سبقوهم بهذا العمل الخيري. بالنسبه لموضوع هذا، طبعا نحن في عندنا ديمقراطيه الراي، في عندنا بنشور بعضنا البعض، بنشوف شو البرامج اللي نحن بنعملها، بنقتضي يعني اولا نحن بنوجد برامج لنا خاصه فينا، وايضا نحن منفتحين على كافة الأخويات، بنشوف كمان شو عندهم أشياء كويسة كمان نحن بنقتدي فيها، بنتفاعل مع بعضنا البعض. فأخويتنا دائما هي متجددة ودائما يعني أكيد، والعطاء دائما مستمر لا يتوقف. خلينا نحكي كمان بكل مناسبة كان لكم نشاطات متميزة، بازارات، حتى نحن بصباحنا غير كنتوا ضيوفنا، مو بس بعيد الفصح، بأعياد كثيرة ومناسبات كثيرة كنتوا حاضرين معنا ضمن البازارات الخيرية اللي بتقوموا فيها. هالسنة بعيد الفصح هل قمتوا ببازار؟ هل كان في نشاطات معينة خصصتوها للعيد؟ تماما، هذا تقليد عنا بالنسبة للأخوية انه يكون في عنا سوق خيري ميلادي وسوق خيري فصحي، ويتم ريع هذا السوق لصالح العائلات المحتاجة. ما توقف عمل الأخوية ولا بأي وقت من الأوقات، بل ازداد عطاء ازداد عطاء. ونحن لهذا العام كثير كان في عنا طلب على المشاركة بالسوق الخيري لما له من أصداء إيجابية، سواء على مستوى الترتيب، التنظيم، التنوع، الأسعار المدروسة، فكل هالأشياء كان في عنا يعني طلب على هذا الموضوع، وريعه دائما مثل ما حكينا بيعود للعائلات المحتاجة. نعم. ونحن نتلقى دعم دائما من غبطة البطريرك الراعي الروحي، غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، هو دائما بقوم بدعمنا معنويا بزيارته للسوق الخيري، وايضا ماديا كمان بيساهم معنا، وايضا الساده المطارنه ومنهم المطران افرام الوكيل البطريركي. نعم. والاباء الاجلاء ومنهم الراعي ابراهيم داوود. نعم. مدام منى العشي امينه سر اخويه سيدات الصليب المقدس، لمين بدك توجهي بالختام معايدتك بهذا اليوم العظيم؟ بهذا اليوم العظيم، يوم قيامة السيد المسيح، نتوجه بالمعايدة إلى بلدي سوريا حبيبتي، أرضا وشعبا وقيادة والجيش الذي قدم الدماء والشهادة لبقاء هذا الوطن عزيزا كريما. ونتمنى من الرب قيامة السيد المسيح أن تكون قيامة لسوريا والعودة بها إلى الأمن والأمان والاستقرار والعيش الكريم. نعم. بالختام بدنا نشكرك أكيد على وجودك معنا، ونقول لك فصح مجيد ينعاد عليك والمسيح قام. حقا قام، ينعاد عليكم، وشكرا كثير للإخبارية. أهلا وسهلا فيكي.